السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا سابع. اليوم إن شاء الله رح نحل أسئلة مراجعة الدرس صفحة 24، ورح نحل أسئلة الوحدة صفحة 28. قبل ما أدخل في الأسئلة يا سابع، زي كل مرة رح أعمل مراجعة للمادة اللي أخذناها. أخذنا المرة الماضية عن دورة الماء في الطبيعة، عرفنا دورة الماء هي حركة الماء في الطبيعة بين مسطحات مائية ويابسة وغلاف جوي، وحكينا ثلاث عمليات تحدث في دورة الماء في الطبيعة: التبخر، التكاثف، الهطول. عرفنا التبخر هي سقوط أشعة الشمس على مياه البحار والمحيطات، راح تسخن تتحول لبخار ماء. التكاثف لما يصعد الماء إلى الأعلى تتباطأ حركة جزيئاته، راح يتحول عنا إلى قطرات راح تتجمع فتكون غيوم. الهطول راح تهطل الماء على شكل أمطار وثلوج وبرد. وحكينا لما يوصل الماء للأرض إما بيروح على شكل مياه سطحية أو جوفية. تمام، هلا اليوم إن شاء الله راح نحل الأسئلة. أول إشي راح أبلش في سؤال رقم 1. السؤال الأول: أحدد استخدامات لعنصر النحاس. إذن السؤال الأول: أحدد استخدامات لعنصر النحاس. تحت الإجابات يا سابع أهم الاستخدامات لعنصر النحاس هي الأسلاك الكهربائية وصناعة الأواني النحاسية. الأسلاك الكهربائية وصناعة الأواني النحاسية. سؤال 2: يعد الحديد العمود الفقري لحضارة الأمم. أصوغ فرضية حول أهمية الحديد في التقدم الصناعي. هلا في عندي هاي الإجابة، شو أهمية الحديد في التقدم الصناعي؟ شو أهمية الحديد في التقدم الصناعي؟ أهم إشي كان في عنا صناعة الأدوات الكهربائية والمغناطيسيات والبناء. صناعة أدوات كهربائية ومغناطيسيات والبناء. إذن جواب السؤال الأول عندي هاي موجود: استخدامات العنصر النحاس الأسلاك الكهربائية وصناعة الأواني النحاسية. سؤال 2: يعد الحديد العمود الفقري لحضارة الأمم. السبب عن طريق صناعة الأدوات الكهربائية والمغناطيسيات والبناء. سؤال 3: أصف العمليات الرئيسية التي تعد جزءا من دورة الماء في الطبيعة. شو أهم العمليات الرئيسية اليوم حكيناهم؟ إيش هم؟ التبخر والتكاثف والهطول. إذن هاي الإجابات عندي: التبخر والتكاثف والهطول. كمان مرة عندي السؤال الأول: وحدد استخدامات لعنصر النحاس، حددنا اللي هي الأسلاك الكهربائية وصناعة الأواني النحاسية. السؤال الثاني: يعد الحديد العمود الفقري لحضارة الأمم. بدنا فرضية حول أهمية الحديد في التقدم الصناعي. هي الإجابة صناعة الأدوات الكهربائية والمغناطيسيات والبناء. سؤال 3: أصف العمليات التي تعد جزءا من دورة الماء في الطبيعة اللي هي إيش حكينا؟ تبخر، تكاثف، هطول. هلا سؤال 4: أناقش كيفية استدامة الموارد المعدنية. حكينا عنها ولخصناها عن طريق إيش؟ تدوير بعض الموارد واستخدام ما تلف منها، مثل إيش؟ استخدام البلاستيك في صناعة الأنابيب عوضا عن الحديد والنحاس. عندي هاي الإجابة تحت: استخدام البلاستيك عوضا عن الحديد والنحاس. تمام، هاي إجابات حل أسئلة مراجعة الدرس. طبعا كلها موجودة عندي على الدفتر، بس برضو نكتبها على الدفتر كمان. هلا أسئلة الوحدة. في عندي السؤال الأول في مراجعة أسئلة الوحدة، املأ الفراغ فيما يلي. وألف مبدأ ينص على أن القاطع أحدث عمرا من المقطوع. إيش حكينا المبدأ؟ إحنا طبعا أخذنا ثلاث مبادئ. إيش هم الثلاث مبادئ اللي أخذنا؟ مبدأ تعاقب الطبقات، مبدأ المضاهاة، مبدأ القاطع والمقطوع. المبدأ اللي ينص عن القاطع أحدث من المقطوع هو القاطع والمقطوع. با المفهوم العلمي الذي يصف سجل الأرض الصخري ويظهر تاريخها الطويل ويوضحه هو سجل الأرض الصخري. عن طريق إيش؟ سلم الزمن الجيولوجي. مش حكينا سلم هو تقسيم، هو تصنيف الزمن الجيولوجي إلى وحدات. إذن جواب با سلم الزمن الجيولوجي. جيم موارد تكونت على الأرض أو داخلها ويمكن استخلاصها من أجل تحقيق منفعة اقتصادية. إيش عندي هاد؟ الموارد المعدنية. تعال نعكسها. شو عرفنا الموارد المعدنية؟ هي موارد تكونت على الأرض أو داخلها يمكن استخلاصها من أجل تحقيق منفعة اقتصادية. من أجل تحقيق منفعة اقتصادية. تمام؟ هلأ دال يطلق على تحديد عمر الصخور أو الأحداث الجيولوجية بالسنين برقم محدد العمر المطلق. مش عرفنا الفرق بين العمر المطلق والعمر النسبي. حكينا العمر النسبي أو التاريخ النسبي هو تحديد أعمار الصخور والأحداث الجيولوجية، وقفنا. أما العمر المطلق تحديد عمر الصخور والأحداث الجيولوجية برقم محدد. لما أجي أحكي لكم برقم محدد رح يكون عندي عمر مطلق. سؤال 2: ضع دائرة. 1: المبدأ الذي ينص أن لكل زمن جيولوجي أحافير خاصة به. بما أنه حكى لي كلمة أحافير، بما أنه حكى لي أحافير رح يكون مبدأ تعاقب الأحافير والمضاهاة. إذن تعاقب الأحافير والمضاهاة. 2: يقع العصر الرباعي في. عندي حقب الحياة الحديثة، موجود عندي السلم الموجود عندي بصفحة، موجود عندي طبعا هذا
صفحة 15. صفحة 15 موجود عندي السلم الزمن الجيولوجي اللي هي في حقب الحياة الحديثة. هلا النحاس من وين يستخلص؟ هل من الملاكايت ولا من الهيماتايت ولا من الفلسبار؟ من وين حكينا؟ حكينا ان الملاكايت اللي هو من النحاس. اذا النحاس يستخلص من معدن الملاكايت. مش حكينا برضو الحديد من الهيماتايت، بس النحاس من مين؟ من الملاكايت. اذا الجواب الملاكايت. 4 العبارة التي تصف الوحدات الزمنية في سلم الزمن الجيولوجي وفقا صحيحا. هل بنحكي الحقب اطول زمنا من الدهر، ولا بنحكي الحقب جزء من الدهر، ولا الدهر يساوي الحقب، ولا الدهر جزء من الحقب؟ طبعا اكيد الحقب جزء من الدهر. كيف عرفنا؟ لما نحكي يا سابع السلم شو بنحكي؟ اول شيء حكينا اول شيء دهور، بعدين احقاب. الدهور شيء قديم واكبر شيء رح نعتبره، بعدين احقاب، بعدين عصور، بعدين عهود، اخر شيء عندي اعمار. معناته ايش بعتبر؟ الحقبه جزء من مين؟ من الدهر. الحقبه جزء من الدهر. رقم 5 قسم الزمن الجيولوجي بحسب العمر النسبي بالترتيب الى ايش؟ قسم عندي الى دهور، احقاب، عصور، عهود، اعمار. اذا الجواب الف. اذا الرقم 5 جوابها الف، تمام. اذا الرقم 2 سؤال 2، رقم 1 جوابه جيم، رقم 2 جوابه باء، رقم 3 جواب عندي الف، رقم 4 باء، ورقم 5 الف. اخر شيء بالاسئله عندي سؤال 3 المهارات العلمية، بقول لك بين لي عمر الصخور الرسوبي عين في الشكل المجاور، قديش عمر هذا الصخر؟ بس حاكين لنا انه الاندفاع الناري قديش؟ 65 مليون سنة. بما انه الاندفاع الناري 65 مليون سنة، طيب احنا حكينا انه القاطع احدث من المقطوع، اذا قديش بيكون عمره؟ رح يكون اكثر من 65 مليون سنة طبقة عين. ليش؟ لانه الاندفاع الناري هو الاحدث منه، فهذا قديم، واي شيء قديم بده يكون عمره اطول. 2 قارن بين عمليتي التبخر والتكاثف في دورة الماء في الطبيعة. طبعا قارنت لكم اياها على الدفتر وبرضه رح نقارنها هنا. التبخر اللي هي يتم تسخين الشمس للماء فتسخن فيصعد البخار للاعلى. اما التكاثف عندما يبرز بخار الماء وتتباطأ حركته يتحول الى قطرات فيكون عندي الغيوم، تمام. هو موجود عندي على الدفتر. سؤال 3 ما مبدأ التأريخ النسبي الذي يمثله الشكل المجاور؟ هذا الشكل، هذا الشكل حاط انا عند المؤشر. ايش مبدا التاريخ النسبي؟ بما انه احنا شايفين الطبقات معناته شو بده يكون؟ مبدا تعاقب الطبقات. شايفين احافير؟ طبعا لا، معناته مش مبدا الاحافير. طيب شايفين عندي اندفاع ناري؟ لا، معناها مش مبدا قاطع ومقطوع، اذا تعاقب الطبقات. 4 اتامل الشكل المجاور ثم ابين اي الاندفاعين الناريين احدث، دال ام عين؟ هلا شو حكينا احنا دائما؟ انه الاندفاع الناري هو اللي قاطع، بيكون عندي الاندفاع الناري هو القاطع، والقاطع دائما احدث من المقطوع، والقاطع دائما هو احدث من اي طبقه صخريه بيقطعها. معناها ايش عندي هون؟ دال قطع بس الطبقه الثانيه، عين طبق عندي تم تقطيع جميع الطبقات الثلاثه، معناته ايش؟ عين رح تكون عندي احدث من دال. سؤال 4 في عندي 1 2 3 4 رسمة وبدنا نعين عليها مين التكاثف، مين النتح، مين التبخر، مين الجريان اللي هي نفس الهطول. رقم 1، رقم 1 ايش عندي رقم 1 هون؟ رقم 1 تسخين الشمس للماء شو بنسميه؟ التبخر. رقم 2 النتح اللي عندي صار عندي وين؟ في النباتات. رقم 3 التكاثف، شو يعني التكاثف؟ لما يصعد بخار الماء للأعلى تتباطأ حركة جزيئاته ويبرد فيكون عندي غيوم، هيكون عندي غيوم، إذا هاي إيش؟ التكاثف. رقم 4 الهطول، رح تسقط الماء على سطح الأرض إما على شكل أمطار أو ثلوج أو برد. إذا 1 تبخر، 2 نتح، 3 تكاثف، 4 هطول. آخر سؤال عندي مثل ما أنتم شايفين في الشكل 29، ما نوع المضاهاة الآتية؟ وهل عمر الطبقات في الموقع 1 تساوي عمر الطبقات في الموقع 2؟ نطلع كويس يا على السؤال. بقول لك في ألف ما نوع المضاهاة في الشكل التالي؟ هلا بنطلع الشكل أو الموقع 1 والموقع 2 بنلاحظ إنه في عندي أحافير. هلا أعتبرها مضاهاة صخرية ولا أحفورية؟ هلا بما إنه موجود عندي أحافير وأنا حكيت ممكن أقارن بين الطبقات الصخرية من حيث التشابه الأحفوري بنسميها إيش؟ مضاهاة أحفورية. بما إنه في عندي أحافير شو حسميها؟ مضاهاة أحفورية. إذا شو نوع المضاهاة؟ مضاهاة أحفورية. ليش سميتها مضاهاة أحفورية؟ لأنه موجود عندي الأحافير. با هل عمر الطبقات في الموقع 1 تساوي عمر الطبقات في الموقع 2؟ هل عمر الطبقات في الموقع 1 تساوي عمر الطبقات في الموقع 2؟ طبعا نعم. ليش؟ لوجود نفس الاحافير في الموقعين. هلا اطلعوا يا سابع على الموقع الف وطلع على الموقع باء، هل بتختلف الاحافير ولا نفس الانواع؟ طبعا مثل ما احنا شايفين نفس الانواع من الاحافير، اذا نعم لوجود نفس الاحافير في الموقعين، تمام يا سابع. هلا الاسئله هون بتنحل على الكتاب لانه بتحتاج لرسم، ويا ريت تبعتوا لي على المنصه اتابع معكم، ويعطيكم الف عافيه.